كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم مع 10,000 دينار، شركة تكون 1,000 دينار، أصحاب الأعمال الخيرة، أصحاب القلوب الطيبة، صدقات، أعطانا الله وإياكم، وبرعاية قربة سبب لتسيير الأمور وحصول البركة. شركة الإتقان للخدمات القانونية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم إن شاء الله يعني كانت حفل المعايدة خاصة برجال الأعمال وعامة التجار بصفة عامة يعني، وتنادوا الحمد لله بفضل رب العالمين رجال الأعمال من صناعيين وتجارة وحرفيين وزراعيين، ولبوا النداء إن شاء الله اللي في دعوتنا لهم للمعايدة. وكانت المعايدة شملت حملة تبرع خاصة لأمراض السرطان لمستشفى طرابلس إن شاء الله، وكانوا الحمد لله فضل من رب العالمين رجال الأعمال في الموعد، وتمت الحملة على خير إن شاء الله، وباب الحملة مفتوح ليس لرجال الأعمال فقط إنما لكافة الليبيين هذوما المرضى أولادنا جميعا، ونأمل لهم الشفاء العاجل وبقدرة الله بتواجد رجال الأعمال ودعمهم المادي والمعنوي ستكون ليبيا بخير إن شاء الله. وأخيرا الإنفاق سبيل نجاتكم. شركة المتوسط ألا وهي المعايدة، ومن هنا أقول إلى سيادتكم الخدمات القانونية صحيح ولا سلام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.